رصيدك يلا 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 زد رصيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في آخر أيام البرنامج رقم 100 وكذلك في آخر مراحل الدرجات والقيم المالية في البرايم النهائي اللي هو 30% اللي يشكل في قيمة البرنامج و 50% في المسيرة لمدة 100 يوم خلال الفقرات اللي عاشوها المتسابقين و 20% كذلك اللي هو التصويت النهائي اللي هو ظاهر أمامكم على الشاشة وراح ينتهي التصويت غدا الثلاثاء في تمام الساعة 5 عصرا. وأيضا نحب نعطيكم معلومة إضافية وخدمة راح يقدم المتسابقين وكذلك لكل من صوت في التصويت النهائي 20% إن اللي ياخذ المركز الأول النجم الجماهيري إلى 50,000 ريال. هذه خدمة إضافية من قناة بداية للفائز المركز الأول في التصويت خلال اليومين هذه، وراح نعلن عنها غدا بإذن الله تعالى في الحفل الختامي اللي راح يكون في تمام الساعة 8:30 مساء. نقول بسم الله على بركة الله. مثل ما أنتم عارفين أعزائي المشاهدين هذا البرايم الأخير عندنا 6 جولات 6 أسئلة لكل متسابق، كل سؤال بقيمة 900 ريال و3 خيارات ب30 ثانية، وعنده 4 وسائل مساعدة أو خلينا نقول 4 صناديق هتكون فيها وسيلة مساعدة إذا حاب يحذف إجابة أو شك في سؤال. كل صندوق له قيمة معينة سواء كان عالية أو منخفضة، أنت وحظك على حسب الصندوق راح نكشفها تباعا على الشاشة. نقول بسم الله وعلى بركة الله ونشوف مين حيجمع اليوم قدر الاستطاعة وراح يدعمها بشكل كبير في النسب والدرجات الماضية. لغدا راح نرشح مين المركز الأول وفارز زد رصيدك بموسمه السادس بقيمة 300,000 ريال، والمركز الثاني بقيمة 150,000 ريال، والمركز الثالث بقيمة 50,000 ريال، ومثل ما ذكرنا قبل شوي اللي هو 50,000 ريال النجم الجماهيري خلال التصويت اللي ظهر الآن على الشاشة اليومين وراح ينتهي غدا يوم الثلاثاء 5 عصرا. نقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ القرعة. الشباب محضرين، هذا اللي اتضح لي بشكل كبير، حافظين الأسئلة. نحن قلنا الأسئلة من البرايمات الماضية وكذلك من مسابقة زد رصيدك، ونشوف الترتيب حيكون، والأسئلة موجودة عندي هنا بالأوراق وبالترتيب. كل جولة فيها 14 سؤال، إن عندنا 14 متسابق حيدخلوا في هذه اللعبة والبرايم والمسابقة النهائية. نشوف الحين القرعة الأولى مين حيكون في الستاند الأول. نقول ستوب اللي هو محمد المسعود، يا هلا. الشخص الثاني اعطوني بشكل سريع شباب. طيب اللي بعده حبيبنا ستوب سالم، عفوا عبد المجيد طويرش. اللي بعده نشوف قاعد يحذفون كل صورة اللي طلع. ستوب محمد عثمان اليتيم القوي، وكذلك اللي بعده نشوف مين حيكون بالترتيب الرابع. ستوب اللي هو عبد المجيد الفوزان. اللي بعده حتكون ما في مشكلة. ستوب اللي هو سالم الخنفري. اللي بعده ستوب اللي هو عمر الملحم. اللي بعده عمر الخير كذلك وقف. اي نعم بندر العلي. نشوف الحين السابع، مش واضح يعني اللي يقولون الشاشة هنا مش واضحة الجهة هنا. ستوب فارس البشيري. اللي بعده ستوب عبد الله. بيجون شاب بيجون ربعهم، لا تشلهم، بيجون الفني. ستوب عبد الرحمن. اللي بعده اوجعني بطني ابو يار. ستوب حبيبنا صالح الزهيري. اللي بعده اللي هو بين سعد ومحمد الذهلي. نقول ستوب ومنيف كذلك محمد الذهلي. باقي لنا منيف وسعد. ستوب منيف الخميشي وسعد السبيعي. سعد انت دائما حظك الطاوله الاخيره في اي برايم معنا. الشباب بس اللي يقول الشاشة هذه مو واضحة، أتمنى الفريق الفني بس يتبيض. الله وجهك ما قصرت، الله يسلمك. أسلم والله وجعني بطني يوم طلعت جاني شورى خبرة. أنا جاني أتوقع شباب كلكم محضرين. بنعطي كم معلومات بس عبد الله بن دفنة لي ما يجهز
الشاشه تصلح عندنا. اكيد انت مجهز كلمات نهائيه بنكنك مستعجل تبي تختم بدري تبي نمشي يعني؟ لا والله لا، بس ما دام ان السالفه فيها بتقول البيتين عندي بس لا تنظر الاسئله عن سامي. طيب يلا اسلم. هذه البيتين اهداء لجماهيري سواء من السعوديه او من الامارات او من اي دوله عربيه. اسلم عشان النص خليك في النص عشان ما لا لا مقفل اسلم. يقول واهداء لاخوياي كلهم، يقول مسك الختام أقول والبال مسرور، مسك الختام أقول والبال مسرور للعز يا دار الفخر والبطولات، داري علمها بين الأوطان منصور، داري لها شيمه وقيمه ووقفات، كبيرنا ما ينقصر دون هالشور وصغيرنا متحزمن للمهمات، تواجدي من بينكم عدة شهور، تواجدي من بينكم عدة شهور، قوى الثقة من بيننا والعلاقات، الله رزقني فيه حب وجمهور، الله رزقني فيه حب وجمهور، ويلا عساني عند ظن وهقوات، لكل العرب والمسلمين أصدق شعور، شعور متبادل في كل شعور متبادل على كل الأوقات، يا شعب سلمان المهمات مشكور، يا شعب سلمان المهمات مشكور باسم خليفة واسم شعب الإمارات. الله يسلم ما شاء الله ما شاء الله. أبعيد الكلام للنفخات. تفضل. أقول أنا يوم طلعت هنا جاني مقصر اختبارات وكذا بطني يعورني أحس كذا ما أدري أنتم مثلي ولا أنا بس كلنا زي ما. أوكي يلا. طيب شباب خلينا نقول مين اللي ذاكر الأسئلة؟ من اللي راجعها بشكل كلي؟ الصفينة صالح لا. هذا اللي يقول ما ذاكرت وجاوب نص الإجابة. والله. هذا اللي يقول ما ذاكرت وجاوب نص الإجابة. أنا قلت المصطفى ما يقول أنا ذاكرت. لا هو قال جوابك أنا بالنسبة لي تقريبا 75% تقريبا. وأنا 25% من فارس 50% الحالي. أنا تقريبا 25. 50%. 75. 75. أنا دويكر. دويكر سالم عبد المجيد نص نص محمد عثمان ما شاء الله 50% عبد المجيد فوزان 75% 95 سالم عمر كم 90 95 ما شاء الله بندر 100 الامور زينة ما شاء الله كم نسبة كلها ولا بعضها؟ لا والله 90 90% كذلك فارس واضح ما ذكر شيء 100% 100% لا ذكرت انا 75% انا لا 25% عبد المجيد حلو 5% ذكرت على الحالي ما شاء الله فصلها اي بعد صلاه الفجر انا ذاكر دائما بعد الفجر اي لانه بعد صلاه الفجر الى متى الساعه كم؟ الى الساعه 8 8 9 عشان كذا يوميا هذا يوميا ما شاء الله اوكي عبد الله شيك يقول ما شاء الله ما قلت شيء شك فيه لا لا ابدا عبد الله هذا يرتفع انا اسئله البرايم ذكرناها انا وصالح ومنيف من حركنا لين وصلنا الاستوديو وردينا واحنا نذاكرها كملناها كامله ما شاء الله ذكرها يسالنا يقول 25 الصحابي الذي ولد في جوف الكعبه انا اقول 25 افتح مايك صالح مايك بس معلش قول 25 الصحابي الذي ولد في جوف الكعبه انت تسمع السؤال تحس انه في رقم اثري يقرا رقم السؤال مع السؤال عبد الله زد رصيدك زد رصيدك هم يفهمون انا 25 قصدي السؤال 25 قلت الرقم مع السؤال مع الاستفهام مع كل شيء لا لا على الغاز ابو فيصل الغاز صالح الغاز 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 يقول لي ما هي الالغاز التي تستخدم في المنطاد الهوائي المنطاد الهوائي يعني الغاز اي يعني الغاز مش الغاز مش يقول الغاز اقرا ما كان مال زد رصيدك ذكرت 75% هنا ما شاء الله البرايمات وشي والله ان ذكرت اسئله البرايمات كلها مرت علي يعني انت كذا محضر الحين انا محضر البرايمات يا سلام عبد الرحمن لا ذكرت الحمد لله بشكل كامل باذن الله الذهلي سوينا اللي علينا والباقي على الله انت عارف كل الاسئله الدينيه تجاوب عليها غيرها توقف اصبر اول الاسئله الدينيه تجاوب عليها لكن غيرها توقف الحين دينيه وثقافيه خله كل شيء ويلا تحتاجون مزهريه هنا ولا شيء قبل شوي اخذت معلومه صالح انا طال عمرك ذاكر 90% طاروا 30 وكم يبقى؟ 60 60% ما شاء الله ان شاء الله منيف كم نسبة المذاكرة؟ السيارة هذه لحالها 40% ولا وش يعني مذاكرة؟ أنت ذكرت؟ أنت ذكرت؟ أنا ذكرت؟ تقع مني؟ لا ما ذكرنا كله ما ذكرنا
ترى مش كما اسمع كامريب صوتك بعيد عني. ما ذكرنا ما ذكر شيء. متعهد انا مساعد تتبع الثقافه. ذكر 50% ونسيت 40 وانا جاي. يعني بقى 10 بقى 10 شباب مثل ما انتم عارفين دائما حتى في اسئله اختبارات كلنا متعودين تلقى واحد محضر كرتون اوكي محضر بشكل كبير لكن اذا جاء وقت السؤال تلقى عارفه وفاهم وكل شيء ويختار الغلط دائما تحصل. وترى هنا صارت هنا الى بعد صارت ويارة دائما اقولها للشباب ولا يعني ما استوعبوها الين صارت لي هنا يعني ذكرت قصه الصحابي كامله الا الاسم غلط فيه لا الا الاسم اخطيت فيه فشوف سبحان الله احيانا صدق رهبه المكان وانا اقول لك بصراحه ابراهيم هذا اكثر رهبه ليش العدد الموجود إلى 14 واحد هذا يخسر بعد بشكل نسبة عالية في الدرجات كذلك. نعم. طيب احنا بس اعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير يجينا بس يغيرون الشاشة ونرجع نبدأ البرايم فاصل قصير.